اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فدا عضلات. في الحاجة ما في ناس لما انا كنت عملت الفيديو بتاع شاد سرور اللي كنت بكلم يعني عن نجاحه وكده وان هو ازاي ما هموش الناس وفضل مصمم على ان هو يعمل شغل حلو لغاية ما في الاخر نجح وبقى حاجة مية مية وعمل مشاهدات كتير جدا 3/4 مليار والكلام ده وكده، اللي هو الفيديو اللي كنت بعلق على اغنية اول واحد. ناس قالوا لي تمين عشان تتكلم على شاد سرور، اتقالت لي كده صراحة. الرد بتاعي ان انا هجيب بداية شاد سرور، اول فيديو لشاد سرور تعالوا نشوفه ونحكم عليه. اول حاجة الشاشه ما كانتش كامله، كان في سواد من فوق ومن تحت، ما كانتش الشاشه متظبطه كامله، دي اول حاجه. لو تلاحظوا ما كانش زي دلوقتي بيعمل الصورتين في نفس المشهد، كان مثلا عايز يمثل شخصيتين يقوم عامل دي في مشهد لوحده وده في مشهد لوحده، انما دلوقتي بعد ما بقى خبره بقى وكده بقى بيعمل الشخصيتين في نفس المشهد. نستفاد من الكلام ده، قارنوا بين اول فيديو وبين فيديو حديث ليه، هتلاقوا ان كلامي باختصار ان مش مهم بدايتك ايه. هل حد هيحاسب شاد السرور يقول له ده انت اول فيديو عامل لنا الشاشه فيها سواد من فوق ومن تحت؟ مفيش حد هيقول له كده، لان هو نجح دلوقتي خلاص، الناس هتحاسبه على النتيجه النهائيه، الناس هتحاسبه على نجاحه، هيقولوا ده انت ناجح و100 100، محدش هيقول له انت بدايتك كانت كذا. بصوا هنا في ناس جايه اهي تتفرج على اول فيديو لشادو سرور، اللي جاي يشوف اول فيديو لشادو سرور يحط لايك، اللي جاي من 2017 لايك، اللي جاي اهو ولكم هذه صدق تحول اهو، الناس كلها بتعترف ان في تحول رهيب، في فرق. هو ليه الناس بتخاف من اليوتيوب؟ عشان البدايه هي المشكله، البدايه هي المشكلة. كلمة كل واحد بيقولها في نفسه بتبقى هي دي الأزمة، شكل هيبقى إيه قدام الناس، بس هي الكلمة دي بتتقال جواك وتدمر كل حاجة. انا مثلا ببساطة متخيل شكل هيبقى ايه قدام، مش شكل ايه دلوقتي، عشان كده دايس على كل حاجة زي القطر مش فارق معايا. الناس بتخاف من ايه كمان يا جماعة؟ الناس بتخاف من ان الناس ما تعرفهاش تنقدها، وبصراحة هو ده اللي بيحصل في اليوتيوب فعلا. انت اليوتيوب ده بيشارك لدرجة ان ناس انت ما تعرفهاش ممكن تتكلم معاك وتنقدها. انا مثلا في الجيم، انا اول لما كنت بروح الجيم قبل ما الناس تعرف ان عندي قناة والكلام دوت، ما كنتش اعرف حد في الجيم خالص، يمكن نفر ولا اتنين بالعافية كنت اعرفهم من بره يعني وكده، كانوا بيجوا من العاب. الكابتن ذات نفسه اسمه كنت بعرفه بالصدفه، اسم الكابتن كنت بعرفه بالصدفه، تخيلوا وصلت لايه، ما كنتش بتكلم مع حد خالص بجد، اخري اسال الكابتن على التمرينه. دلوقتي بعد ما الناس عرفت ان عندي قناه وكده دخلوا على الكومنتات شافوا الناس بتنقدني، اتبعوا مبدا معاهم عليهم يلا هجوم هم كمان. لقيت نفس الناس ما اعرفهاش اصلا، ناس انا ما اعرفهاش بشوفها كده بس، اشكال كده بس ما اعرفهمش اصلا، لقيتهم بينتقدوني. طب انتوا مين عشان تنتقدوا؟ انتوا بتتكلموا معايا ليه اصلا؟ هل ده فرق معايا؟ لا ما فرقش معايا، بس يفرق مع ناس كتير. ناس كتير بتتحرج وبتتكسف وبتخاف ومش عارف ايه، عشان كده مش عايزين يبداوا البدايه، خايفين من البدايه، فاهمين قصدي؟ انا دايس على كل حاجه، مش فارق معايا اي حاجه خالص، بقول لكل الناس اللي بتنقدني انتوا مش فارقين معايا، انتوا مش فارقين معايا، مش عايز اذكر اسماء بس انتوا مش فارقين معايا. ده ردي على الناس اللي بتقول انت مين عشان تقارن نفسك بشادي سرور، ادي اول فيديو لشادي سرور بلاش. تعالوا نخش على يوتيوبر تاني اسمه يوسف عاطف. لا انا هوريكوا كل حاجه دلوقتي، كل الناس اللي بتنقدني انا هوريكوا دلوقتي اللي انتم ما تعرفوهوش. هنشوف مثلا الفيديو اللي من 3 سنين فتح علبه الرازر ماوس. بصوا كده، استنوا تعالوا ركزوا معايا كويس. بصوا كان هو في الفيديو حتى وشه مش ظاهر كامل، كانت الكاميرا ما كانش ظابطها صح، يعني كانت مش جايه على وشه كامل. صباح الخير، انا النهارده معايا الريزر ابيسس جيمنج ماوس. ده ماوس معمول للجيمرز اللي هو بيلعبوا جيمز، و فمعنى الكلمة يقول لك انا ازاي تنطق الكلمة يو بيز بتاعته ولا دي بداياته. بداية عادية جدا، لكن شوفوا دلوقتي مثلا لما بيجي يعمل فيديو عن مراجعة موبايل او كده بيصور الفيديو بكذا كاميرا، بيبقى حاطط كاميرات كتير جدا من زوايا مختلفة بيصور بهم كلهم، وفي الاخر يمنتج الفيديو بحاجة احترافية جدا. لما تشوف بدايته وتشوفه دلوقتي تقول ده تحول 180 درجة، انا مصدقش ان هو بدايته كانت كده. علي المرجاني نفسه قناته القديمة اللي اتقفلت انا كنت اتصفحتها وشفت بدايتها، كانت عبارة عن شوية شروحات اندرويد وصوت بس، ما كانش مصور نفسه. يا جماعة هي دي بداية اليوتيوب. تعالوا على يوتيوب جيمنج. بص يا جماعه من الاخر، انا في كلمه اتقالت لي انت ما ينفعش تبقى يوتيوبر، عملت ايه بعد الكلمه دي؟ قمت داخل على القنوات، طبعا انا مفيش حاجه بتهزني ولا بتفرق معايا، بس عملت حركه حلوه قوي، قمت داخل على القنوات الكبيره زي ما انا بعمل دلوقتي كده، قمت داخل على القنوات الكبيره وجبت تاريخها، جبت اول فيديو ليهم تمام، وحتى يوتيوب برضو يوتيوب ادي اول فيديو لي هوريكم كان عامل ازاي. المهم انا جبت اول فيديو ليهم، اكتشفت انه فيديو عادي جدا مفيش اي احترافيه مفيش اي حاجه، بس مع الوقت
اجتهدوا ووصلوا في الاخر اللي هم عايزينه، فايه اللي يمنع ان انا كمان ابقى كده؟ اما اجي اقول الكلام ده للناس دي يقولوا لا ده هم اشكالهم اصلا تنفع يوتيوبر وتصلح يوتيوبر، انما انت لا. اضحكوا على نفسكم. والفرق كله بيني وبينكم ايه؟ الفرق كله بيني وبينكم ان انا اتجرأت على لحظه البدايه اللي انتم مش عارفين تتجرأوا عليها. بس تاني هقول الجمله دي، مش مهم بدايتك ايه، المهم نهايتك ايه. بس عشان توصل للنهايه لازم تتجرأ بينك وبين نفسك على لحظه البدايه، والا هتفضل فاشل طول عمرك. بصوا كده يا جماعه، اي سي تيوب كانت البدايات بكول اوف ديوتي جوست، مجرد تختيم عليه بكول اوف ديوتي جوست 63 مشاهده، 63 مشاهده، فيديوهات عاديه كده كول اوف ديوتي جوست 63 مشاهده، تمام اهو. وكانت اللعبه بتقطع كده. بصوا لا ده ايه ده، ده الجوده، الجوده كمان يا جماعه، ده الجوده على 720 كانت وحشه جدا، على 720 اهو. شوفوا شوفوا، اتفرجوا اتفرجوا يا بهوات، اتفرجوا اهو، الجوده كانت وحشه جدا على 720. لكن فين اي سي تيوب دلوقتي مع الاجتهاد والكفاح؟ وصل لفين دلوقتي؟ وصل انه بقى قناه كبيره والناس بتحب تتابعه. مش هتكلم اكتر من كده. شكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.